قم للمعلم تبجيلا وقف أدبا، إن المعلم تاج يعتلي فينا أستاذنا. إننا نهدي المديح لكم فيض الينابيع والتوجيه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لدينا اليوم مسلمات نحوية. المسلمة الأولى: كلمات تعرب مفعولا مطلقا، حقا، جدا، تحديدا، حتما، أيضا، حمدا، خاصة، خصوصا، شكرا، صبرا، يقينا، سعديك، حجا مبرورا، حبا وكرامة، قياما وقعودا، سبحان، عموما، خصوصا، مثلا، أيضا، لبيك، وصحفا. المسلمة الثانية: كلمات تعرب ظرفا، أبدا، قط، فقط، أمس، قديما، حديثا، عند، وسط، لدى، لدن، هنا، ثم، وحيث. المسلمة الثالثة: كلمات تعرب نائبا للمفعول المطلق، مرة، مرتين، مرارا، جدا، تارة. كذلك يعرب الكلمات كل، جميع، غاية، حق، أي، اسم تفضيل، اسم الإشارة، المضاف للمصدر. كذلك صفة المصدر: آلته، عدده، مرادفه، اسمه، مثل: سرت سريعة، أعطيتك حقك، عطاء. هذه الكلمات تعرب نائبا للمفعول المطلق. إذن المسلمة التي بعدها: كلمات تعرب حالة، جميعا، أجمعين، معا، قاطبة، كافة، بندا، بندا، طوعا، غالبة، سوية، وحده، أولا، ثانيا، ماديا، أدبيا، عامة، عمدا، خطأ، سهوة. نكرة زائد نكرة لا تعرف بالألف واللام تعرب نعتى، مثلا طالب ناجح. النكرة الثانية لا تعرف بالألف واللام. نكرة زائد نكرة قد تعرف بالألف واللام الثانية، تعرب الثانية مضاف إليه، مثل رجل شرطة، رجل الشرطة، تعرب مضافا إليه. كلمات تعرب مفعولا به: أهلا وسهلا، مرحبا، ويحك، وويلك. الاسم الجامد بعد أيها وأيتها يعرب بدلا مرفوعا، مثال: أيها الرجل، بدل مرفوع. المعرفة بعد المعرفة تعرب الثانية نعتا، الرجل الناجح، تعرب الناجح نعتا. المعرفة بالألف واللام بعد النكرة تعرب مضافا إليه، مثلا: فصل الربيع، الربيع مضاف إليه، مجرور. النكرة بعد الإشارة يعرب خبرا، هذا رجل، رجل خبر مرفوع. المعرفة بالألف واللام بعد اسم الإشارة يعرب بدلا، هذا العمل، العمل بدل، بدلا. الاسم المشتق بعد أيها وأيتها يعرب نعتا مرفوعا، أيها الطالب، الطالب نعت مرفوع أو صفة. أيها وأيتها بعد الضمير تعرب مفعولا به، منصوب على الاختصاص، بكم أيها الرجال، بكم أيها الرجال. أيها وأيتها بدون ضمير تعرب منادى مبني على الضم، أيها الإنسان، أيها، منادى مبني على الضم. اسم الإشارة والاسم الموصول بعد المعرفة بالألف واللام يعرب نعتا، الطالب الذي، أو الطالب هذا، الذي وهذا تعرب نعتا. الاسم بعد خلا، عدا، وحشا يعرب مفعولا به أو اسم مجرور، زرت الأصدقاء عدا واحدا أو واحد. الاسم بعد ما خلا وما عدا وما حاشا يعرب مفعولا به، زرت الأصدقاء ما عدا واحدا، واحدا تعرب مفعول به، بينما عندما قلنا عدا تعرب مفعولا به أو اسم مجرور.
كل اسم نكر منون منصوب يعرب تمييزا إذا جاء بعد نعمة، بئس، ازداد، امتلأ، كم، لا سيما، أفعل التفضيل، ما أفعله، وكفى. ما بعد الاسم المنسوب يعرب تمييزا لو كان نكرة مصري أصلا، ويعرب مضافا إليه لو كان معرفة، مثل مصري الأصلي، الأصلي مضاف إليه مجرور، إذن وتمييز مصري أصلا. الاسم بعد غير وسوى يعرب مضاف إليه مجرور، غير وسوى يعربان نفس إعراب ما بعد إلا. إذن شكرا أبنائي على المتابعة، لا تنسوا دعم القناة والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أبنائي. وبهذا نكون أنهينا درس اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قم للمعلم تباجيلا وقف أدبا، إن المعلم تاج يعتني فينا، أستاذنا إننا نهدي المديح لكم، فيض الينابيع وتوجيه تسقينا.